تتنافس الصعداء، فريقها الأول المولودية يحقق فوزا ثانيا في مرحلة الأياب بعد الأول أمام النادي القنيطري، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية. حنا فريق المولودية وجديه ما كنسمعوا لشي حاجه، اللحم ديالنا كيتشوك، جينا تبغيش على الفريق المولودي، ولكن الوضع اللي راه فيه وضع محرج، ونتمناو المسؤولين ديال المنطقه يقوموا بهذا الفريق. ازيد من 35 سنه وانا في تشجيع فريق المولودية الوجديه، وهذا فريق عريض، فريق تاع المغرب الشرقي كامل. رغم حالة الإحباط التي عاشتها مكونات الفريق، فالعناصر الآن متشبطة لتحقيق الأفضل بفضل حبها الكبير لفريق المولودية. مولودية يعني من الصغر يعني كنت نجي نتفرج لها، يعني نقطع كيلومترات باش نتفرج لها باش نشوفها، يعني مولودية قبل كل شيء في الدم، يعني الوصف ديالها بلا ما نقدر نعبرها، كل جمهور ديال وجدة يعني كما نقولوا رائع بزاف، وكنشكره بزاف اللي كيساندني. ياسين الذهبي المعروف بسافيولا بمدينه وجده، اللاعب السابق للشباب انقاد، كان وراء تسجيل الهدف الاول لصالح فريق المولوديه في حدود الدقيقه 49. جاء ذلك بعد تمريرة جيدة لكريم الهاني، والتموضع أيضا أجمل لياسين الذهبي الذي يتمكن من فتح باب تسجيل فريق المولودية. وهنا أولمبيك خريبكا أحرزت ضربة جزاء بعد أن لمست الكرة يد اللاعب الرحماني، وهنا فريق أولمبيك خريبكا ضيع فرصة التعادل والمولودية تفوز بثلاث نقط ثمينة، ليبقى أنصار فريق المولودية الوجدية متشبتين بأمال بقاء المولودية ضمن قسم الكبار. القادمة المولودية ستكون في مواجهة للدفاع الحسني الجديد، وأولمبيك خريبكا سينازل المغرب الفاسد.